واخيرا تسريبات موديل فرعون وكل الاضافات الجديده. بس كالعاده ما تنساش تشجعني بلايك وفولو، واكيد خلاص انت عرفت انك مش هتخسر حاجه. في البدايه كده التحديث احتمال ينزل يوم 14/3. اول حاجه لما تيجي تركب اي عربيه هتقدر تختار من هنا اي سكن عربيه عندك، وتاني حاجه لما تروح على الجسر هتلاحظ انه بقى اوسع من الاول بكتير. ومش كده وبس، ضفنا كمان ممرات كتير، بمعنى اننا نقدر نقول لكمين الجسر مع السلامه. وكمان هتلاقي مدينه ملاهي جديده بالشكل دوت عشان بيحتفلوا بالسنه الرابعه، وهتلاقي فيها كمان العجله ديت واللي هتقدر تصبعها وتاخدها معاك في الشنطه، وتقدر بعد كده تستخدمها في اي وقت، ولما تركبها هتقدر تطير بيها من زر الجمب. وضفنا كمان درع جديد واكبر من الاول، وعشان تكسرها هتحتاج اكتر من 150 طلقه ام 4. واخيرا لما تخلص الجيم وتاخد الام في بي هتقدر تاخد الرصه ديت واللي ان شاء الله هتكون مجانيه. وفي الاخر ما تنساش تعمل منشن لصاحبك اللي هيفرح بالتحديث ده. وبس سلام.